اهلا وسهلا. انا هتكلم في مبدأ. المبدأ ده انا مش هدعي ان انا بطبقه، بس فهمته وبحاول ان انا اطبقه، واكتشفت قد ايه ان المبدأ ده مبدأ اساسي في ان الواحد يكون سعيد. في جملة كده انا تربيت عليها من وانا يعني صغير: Life is a journey not a destination. الرحلة الحقيقية مش ان انت عايز توصل فين او انت وصلت لفين، بس الايام اللي انت بتعيشها، عشان هي في الاخر اللي بتمثل حياتك. كان في الموضوع بشكل مختلف شوية، كلامي يكون دقيق. بس ساعات الواحد لما بيحط قدامه اهداف وما بيكونش شايف غير الحاجة اللي هو عايز يوصل لها، ده كونديشن مهم جدا. ما بيكونش شايف غير الهدف اللي هو عايز يوصل له، ساعات بيبتدي يفقد احساس المتعة بالجيرني والايام اللي هو بيمر بيها عشان يوصل للهدف ده. من اكتر الحاجات اللي بتقتل السعاده في حياه البني ادم، عكس بتاع المفهوم ده، هو ان الواحد يبتدي يفكر انه يستمتع بكل مرحله هو بيمر بيها عشان يوصل للهدف. ليه؟ لان الوصول للهدف مش حاجه مضمونه، فانت ممكن في الاخر ما توصلش للهدف اللي انت عايزه بالشكل الكامل، توصل ل 90% 80%، بس تكون استمتعت بالجيرني والبروسس. لان لو الواحد علق سعادته كلها بالوصول للهدف، يبقى طول ما هو ما وصلش للهدف مش هيكون مبسوط. دي الحاجة الأولى. الحاجة التانية إن هو لو ما وصلش للهدف في الآخر هيحصل له فرستريشن مش طبيعي. فابتدى يبقى شوية المفهوم بتاع الجيرني وانجوينج ذا بروسس، إن أنت تحاول تستمتع بالبريك داون بتاع الجول اللي أنت عايز توصل له. أنت حاطط هدف قدامك توصل له في خلال سنة، في 365 يوم في السنة. ما يكونش سعادتك كلها متعلقة وسعادتي كلها متعلقة باليوم الاخير في 365، لا، احاول ان انا انجوي ذا بروسس، احاول ان انا كل يوم من ال 365 يكون يوم بيضيف لي سعاده. ليه؟ لان انا بسعى للهدف بتاعي. طب لو جيت في اليوم الاخير من السنه وما وصلتش للكونكلوجن اللي انا عايزه، يبقى انا راضي عن الاداء اللي انا اديته في 365 يوم. حسيت ان المفهوم ده مفهوم محوري بالنسبه لي انا. It was extremely important ان انا ابتدي انجوي day by day. لو واحد عنده ولاد يقول ان انا هبتدي استمتع بالولاد لما يوصلوا للاهداف الفلانية ولما يوصلوا لسن معين. لا، انت حاول تستمتع بيهم كل يوم، لان انت مش عارف انت هتوصل معهم لايه، ومش عارف الconclusion بتاع الحاجة اللي انت بتسعى لها دي هتوصل له ولا لا. بس when you enjoy every day وتنجوي ذا بروسس، الموضوع ده بيعمل ساتسفاكشن جامد جدا، وبيخلي الواحد راضي عن ادائه، وبيخلي الواحد مستمتع باللي هو فيه. لان الواحد يكون عنده انرجي ويكون هي سترايفنج وثيرستي وهنجري ان هو يوصل لحاجه، ده احساس بوزيتيف. بس لما بيبقى فوق الطبيعي او في اوفر رياكشن، بتبتدي تفقد الاحساس بتاع المتعه باللي انت فيه والنعم اللي انت فيها، وان الحاجه دي موجوده بين ايديك، وان مجرد ان انت على الطريق ده حاجه حلوه جدا جدا. اتمنى يكون المفهوم اللي انا كنت عايز اوصله وصل، ان part of enjoying the destination و part of enjoying the goals والcelebration بتاع الجول هو celebrating ان انت على الطريق، وcelebrating الخطوات الصغيرة اللي انت بتاخدها عشان توصل للجول ده. ده بيخلي الواحد عنده satisfaction وعنده قناعة ومبسوط ان هو على الطريق، مش معلق سعادته كلها بقى انا وصلت ولا لا. شكرا جزيلا.